أهلا بكم مرة تانية وفيديو عن المكحلة دي. نتيجة العقلة اللي زرعناها حوالي من شهرين أو يمكن من 3 شهور، كانت عقلة بسيطة جدا خدتها من عند جاري العزيز لا تتعدى ال15 سنتي. قسمتها على عقلتين، واحدة منهم مزروعة لوحدها أهي، والتانية مزروعة هنا، والحمد لله الاتنين نجحوا وانفجروا في النمو بهذا الشكل الكثيف العنيف، نتيجة طبعا للمعاملات الزراعية والتسميد وكده. طيب هنسيبها كده تقعد تجري مع نفسها ولا عايزين ان هي تملى القصيص وتبقى شكلها لطيف؟ هو بقى هنا السؤال، هي الزرعة دي زرعة مدادة او منتشرة او مفترشة ايا كان، فلو سيبناها هتفضل تمشي على عقلة واتنين وفين وفين على ما تطلع. طبعا هي طلعت عقلة تالتة وطلعت، يعني هنا كانت هي عقلة واحدة طلعت فرع وطلعت التاني اهو، وده التالت، او ده كان الفرع الاساسي ثم الفرع الثانوي ثم الفرع التالت، لكن طبعا هتلاقي معدل النمو مختلف، وفي حاجات بتجري بسرعة جدا زي الفرع الاساسي ده، وحاجات بتمشي بالراحة زي الاتنين التانيين. طيب في نفس الوقت هتفضل ماشي على 3 افرع وفين وفين على ما تملى القصيص، هتلاقي متهدلة بره القصيص. هنا يجي القرار بقى، هل انا حابب ان هي تقعد تنزل زي صبار اللي هو حي العلم، تقعد تنزل بره القصيص، ولا انا عايز القصيص نفسه يبقى مليان بالعرش الايه النمو الخضري بتاعها؟ طبعا مش خضري ولا حاجه، ده لونه بتنجاني جميل جدا جدا، اللون الايه المميز للمكحله. حابب ان هو يملى القصيص ولا ينزل بره القصيص؟ بالنسبه لي انا حابب في القصيص ده ان انا اخليه يملى القصيص، فهعمل ايه؟ هعمل حاجه بسيطه جدا، همسك العقل بتاعتي من هنا من النص كده او من التلت وابتدي اقطمها اهو كده، اقطمها واشيلها. ياه ده الزرع بقى شكلها وحش، ده كان شكلها حلو، مش مشكلة خالص. واجي من هنا نفس الكلام اهو كده، ده الزرع بقى شكلها وحش جدا، يا لهوي ده كان القصيص شكله جميل ودلوقتي بقى شكله وحش. مفيش مشاكل خالص، القصيص اللي كان شكله جميل ده انا مش محتاج منه شكل، كمان ممكن ناخد شوية ورق، انا مش محتاج منه شكل دلوقتي، انا بربيه علشان يديني بعد كده اللي انا عايزه. هتبتدي تطلع خلفات او نموات جديدة ان كان جانبية او ان كان سفلية من الارض، وهتبتدي هتلاقي القصيص ده بشكل مختلف تماما. طيب اللي انا قطعته ده هعمل بيه ايه؟ هقسمه هو كمان على عقلتين، وده كمان، او ده ممكن اسيبه، والله ممكن اقسمه كمان على عقلتين، دي عقلة ودي عقلة، ونجيب كوبايات التشتيل بتاعتنا اللي احنا حافظينها ونزرعه زي الفيديو اللي فات بالظبط. هسيب لك الفيديو ده في شاشة النهاية عن طريقة زراعة عقل المكحلة. بس كده؟ لا مش بس كده، انا اهم حاجة عندي ان انا انكش سطح التربة واحط شوية سماد كومبوست من الكومبوست الجميل اللي احنا عملناه، ان كان بطريقة العناصر اللي بيتعمل بيه كومبوست في 3 اسابيع بس حتى لو في الشتاء، وان كان بالطريقه التقليديه بتاعت الكومبوست. هسيب لك الفيديوهين برضو دول في شاشه النهايه علشان تشوف عملنا فيهم ايه. وكده يبقى فاضل حاجه اخيره، وهي ان احنا لو عندنا كثافه خضريه عاليه، يعني مثلا زي دي انا بقطع الورق بتاعها اهو عشان مش عايز كثافه خضريه عاليه، ممكن اخد دي كمان كده اهو تمام. لو عندي برضو هنا كثافة خضرية عالية او نمو يعني اوراق كتير، لازم ان انا اقلل هذا النمو علشان ادي فرصة للجذور ان هي تدي افرع جديدة، لان المهم عندي دلوقتي ان انا اعمل افرع جديدة كتيرة فيقوم يطلع الخلفات دي وتملى هذا القصيص. ده كان فيديو بسيط جدا النهاردة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.